أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفضها القاطع واستهجانها الشديد لما بدر عن السفير مارتن دوفراك سفير جمهورية تشيك لدى دولة الكويت على حسابه الشخصي في موقع انستغرام وأوضحت الوزارة بأن ذلك التصرف المرفوض وما يشكله من إساءة بالغة للمشاعر في دولة الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لا يتناسب وطبيعة الوظيفة الدبلوماسية ويتعارض مع الاعراف الدبلوماسيه ونصوص اتفاقيه في فيينا للعلاقات الدبلوماسيه واشارت الوزاره في بيانها بانها قد استدعت صباح اليوم الاثنين سفير جمهوريه تشيك لدى البلاد وتم خلال اللقاء الاعراب عن الرفض القاطع لتلك التصرفات التي تتعارض وطبيعه وظيفته الدبلوماسيه وقد اعرب السفير عن اسفه البالغ لدوله الكويت حكومه وشعبا مشيرا بان ما وقع فيه يعد خطا غير مقصود مؤكد بأنه سلوك شخصي ولا يمثل موقف حكومته تجاه الوضع المؤسف في فلسطين، مشيرا إلى أنه قد تم سحب الصورة التي أثارت الاستياء، وأن سفارته قد أصدرت بيان أكدت خلاله أن ذلك التصرف لا يمثل موقف حكومة جمهورية تشيك ويعد تصرفاً شخصياً. والوزارة مستمرة بقيامها بالإجراءات اللازمة من منطلق عدم السماح بتجاوز الأعراف الدبلوماسية أو نصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول ولا تقبل الخوض فيما هو خارج المهام الموكلة لاي بعثة دبلوماسية في الكويت